المصري القديم كان عنده مرونة في الكتابات الهيروغليفية. احنا هنا في المتحف المصري قدام باب وهمي عليه إماخو أو المحترم. لقب إماخو استخدمه المصري القديم هنا بكامل الكلمة، لأن المصري القديم حسب مساحة التصميم ممكن يكتب الكلمة كلها بالكامل أو ممكن يرمز ليها برمز واحد وهنفهم معنى الكلمة، لأن المصري القديم ما كانش بيستخدم المسافات بين الكلمات، فكان بيفصل بين كل كلمة والتانية عن طريق صورة الكلمة زي اللي موجود هنا. هنا كلمة إماخو يعني المحترم، هي كلمة على بعضها، لكن ممكن المصري القديم يستخدم بس رمز الريشة وتعبر عن المعنى كله. فهو رمز الريشة معناها إماخو، لكن كل الحروف اللي حواليها هي النطق بتاعها وحسب مساحة التصميم. لو المكان كبير هيكتبها كلها، لكن لو المكان صغير هيختصرها. أكتر من 10,000 سنة وحاول أجدادنا تسجيل حكاياتهم في شكل أفكار مرسومة على آثار تركوها لينا، زي الرسومات اللي موجودة في كهف السباحين بالجلف الكبير. ومن حوالي 6,000 سنة اتوجدت أقدم كتابة في العالم، كتبها أجدادنا في عصر بداية الأسرات في شكل كتابة تصويرية ورسم أفكاره، وتحولت الصور لعلامات ليها أصوات وكونت كلمات وجمل.